اديت اوامر لقاده الوحدات الفرعيه قاده السرايا ان كل الاسلحه بتاعه الكتيبه والمدفعيه والهون وجميع الرشاشات حتى الاسلحه المضاده للطائرات وجهتها في اتجاه الثغره، وقلت مفيش اي واحد يفتح النيران الا بطلقه اشاره حمراء مني انا شخصيا. مشير حسين طنطاوي هقول كلمه كان دايما يقولها، يقول انا ماسك جمره نار في ايدي. هو كان بيقول كده، بتولع ايديا ومش قادر اسيبها، لو سبتها هتحرق الدنيا. ده حقيقه الشعور اللي عاش بيه على الاقل فتره السنه ونص اللي كان المجلس العسكري بيتولى فيهم المسؤوليه. تحل اليوم ذكرى ميلاد المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، الذي عرف برجل الأقدار لدوره الفريد في لحظات مصيرية من تاريخ مصر. كان المشير طنطاوي شاهداً على العديد من الأحداث البارزة التي رسمت ملامح التاريخ المصري الحديث. من أبرز محطات حياة المشير طنطاوي معركة المزرعة الصينية التي تعتبر من أقوى المعارك في حرب أكتوبر عام 1973، وتم توثيقها في العديد من الكتب والوثائق المصرية والإسرائيلية.